صباح الخير يا سلمى. صباحك عفاف، كيفك اليوم؟ الحمد لله رواء، ان شاء الله دوم يا رب. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا وباي بلد كنتوا، لكل حدا انضم لهوا الاخباريه. بدي اتمنى لكم صباح مليان بالاشياء يلي بتحبوها، بالرزقه، بالراحه، واهم شيء بالصحه. مرافقينكم بفقرات صحيه طبيه نفسيه وتربويه ايضا لمده ساعه ونص من الوقت. ولكن بالاول بدي ارجع صبح عليك يا سلمى. يسعد صباحك عن جديد عفاف، صباح الخير لكل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا وين ما كانوا، انضموا لنا ساعة وربع من الوقت أكيد رح نقضيها مع ضيوفنا الاختصاصيين بكافة المجالات، أكيد جولة بين معلومات غريبة وتقارير من المحافظات السورية. نتمنى هالنهار يكون بداية خير ورزق لكم. أكيد رح نبلش، ولكن ما بيصير إلا نصبح عليكم بغنية. كتير أشخاص سلمى ما فيهم يبدوا نهارهم إلا بفنجان قهوة. صحيح، بس أنا مو منهم. أنتي ولا أنا منهم، ولكن اليوم أكيد رح نحكي عن فوائد القهوة، بلكي هيك منصير منحبها ومنتعرف على استخدامات تانية لإلها، ضمن تقرير سونيا النصر الله. يعود أصل القهوة إلى 800 سنة قبل الميلاد، وتعتبر البرازيل البلد المنتج الأكبر للقهوة، وفنلندا المستهلك الأكبر، ويستهلك منها أكثر من 400 مليار كوب سنوياً. اكتشفت القهوة من قبل أحد رعاة الماعز في القرن التاسع، عندما لاحظ الراعي أن الماعز بعد أكل نباتها ازداد نشاطاً وحركة. كوب ساخن أسود ساد العالم بنكهته، وصارت له أصناف وتقاليد. فالقهوة العربية شديدة الخصوصية في كميتها، في فنجانها، في إعدادها وأدواتها وطريقة تقديمها. القهوة العربية المرة عابرة للحدود والعقائد، لا يخلو من مصبها بيت أو دار أو مضافة أو صالة استقبال، وهي ألفباء الضيافة عند العرب. مهما اختلفت أنواع القهوة، تبقى المشروب الصباحي الأكثر شعبية عند الناس، وهي أساسية في الصبحيات عامة والجلسات النسائية خاصة. من فوائدها تحسين أداء العقل وتحفيز الذاكرة، فهي تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات مدة أطول، وتقلل من الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر، لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي في المدى القصير، وتساهم في التقليل من التصبغات وتحسين مظهر البشرة. ومن الفوائد التي لا يعرفها الكثيرون أن القهوة تضاف لصبغة الشعر لتزيد من شدة اللون، وتحافظ على نضارة وسلامة الشعر الصحية، وتعتبر واحدة من أهم المقشرات للبشرة، فهي تحوي على مضادات أكسدة، وتستخدم مع بعض الزيت والسكر كمقشر للوجه والجسم، وتحسن ملمس الجلد. لا يمكننا أن ننكر أن الإفراط في شربها يزيد من القلق والتوتر ويسبب الأرق، ويمكن أن يزيد من حرقة المعدة لمن لديه حساسية في المعدة، وترفع ضغط الدم وتزيد من معدل ضربات القلب. مهما اختلفت الآراء حول هذا المشروب، تبقى القهوة رفيق صباحاتنا اليومي، وهي رمز من رموز الكرم والضيافة عند الكثير من الشعوب. رح نروح لأولى محطاتنا عفاف، واليوم المحطة الطبية رح نبلش فيها. كتير من الأشخاص بيجهلوا بعض الأمراض اللي ممكن يكون سبب الرئيسي هو النمط الغذائي وأيضا العادات الغير صحية، وخصوصا بالفترة الأخيرة انتشرت كتير طبعا التدخين بأشكاله وأنواعه بين الشباب والصبايا، أيضا حتى مع كبار السن، وأمراض أخرى ممكن تؤدي لحتى يصير عنا أمراض قلبية خطيرة، واللي منا أو اللي رح نحكي عنه اليوم أبرز قصور القلب أو ما يسمى بفشل القلب الاحتقاني. تماماً يا سلمى، هي المشكلة بتصيب العضلة القلبية خص نص يعني، وبتأثر على قدرتها بشكل مباشر على عملية ضخ الدم على كامل الجسم. أكيد طرق التشخيص اليوم جداً ضرورية لكل الأشخاص يلي ممكن يعانوا من مؤشرات نتيجة إذا قلنا الحياة الغير صحية أو
التدخين أو من عوامل تانية مثل المشاكل والعصبية والسترس؟ شو هي الأسباب لمشكلة قصور القلب أو فشل القلب الاحتقاني؟ وشو هي أيضا طرق العلاج؟ كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها اليوم الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور. خلينا نبدأ مع العنوان اللي طرحناه اليوم، فشل القلب الاحتقاني أو قصور القلب، شو أسبابه علميا؟ القلب هو العضلة الموجودة في تجويف الصدر اللي بحجم قبضة اليد، عضلة مهمتها ضخ الدم لأعضاء الجسم المختلفة. كل خلية بجسم الإنسان تحتاج إلى الدم، يلي بيقوم بضخه هو القلب، فالوظيفة الأساسية هي ضخ الدم. هلأ فشل القلب بهذا الأمر هو اسمه قصور القلب. فقصور القلب إذن هو الحالة اللي بيفشل فيها القلب عن الضخ الكافي، بضخ ولكن بشكل غير كافي لتروية الأعضاء، أعضاء الجسم المختلفة، فبصير في نقص بالتروية بكل أعضاء الجسم نتيجة قصور القلب. طيب دكتور، اليوم في كتير أشخاص ممكن يصير عندهم أعراض أو مؤشرات يتخربطوا فيها، يقولوا أنا شو معي ممكن بالضبط، ممكن يعانوا من ألم بالصدر، ممكن تصير عندهم بعض الأعراض المشابهة لأعراض إذا كان الشخص عنده مشكلة قصور بالقلب. اليوم كيف فينا نحدد أو شو هي المؤشرات اللي بتكون واضحة؟ الحقيقة العرض الأهم والرئيسي هو ضيق النفس. فمرضى قصور القلب بصير عندهم ضيق نفس، وخاصة على الجهد، عدم تحمل الجهد بنسميه، أو التعب، الإعياء. أيضا من الأعراض هي وزمات بالأطراف السفلية، خاصة الوزمات هي بتنتج عن احتباس السوائل اللي بينتج عن قصور القلب، لكن بضل العرض الرئيسي هو ضيق النفس أو الزلة الجهدية بنسميها. بتبلش بالأول للجهد البسيط، بعدين بتصير للجهد المتوسط، بعدين بتصير للجهد الخفيف جدا، وهي الحقيقة مرحلة شوي متقدمة بتكون. أيضا من الأعراض هي زيادة الوزن الغير مفسرة، يعني خلال مثلا أيام أو أسابيع قليلة ممكن يزيد وزن الإنسان 3 كيلو أو 4 كيلو فرضا، وما بيعرف ليش، هو أكله نفس الشيء ما تغير عليه، حركته نفسها ما تغيره، هي ايضا من اعراض قصور القلب بدون اي اعراض ثانيه ممكن. هذا يعني بيؤدي لوزمه مائيه مثلا تماماً. بالجسم، احتباس سوائل، احتباس السوائل، بصير في تراكم سوائل. هلا اسهل ما تكشف السوائل هي بالقدمين، صحيح الحقيقه بالساقين، لكن هي السوائل تكون موجوده وزياده بكل الجسم، حتى بالرئتين، حتى بالبطن، حتى باي مكان بالجسم بتكون محتوى السوائل شويه زياده مزعه كل الجسم، ممكن ما يبين بمكان واحد. فزياده الوزن المفاجئه خلينا نقول ممكن تشير لوجود قصور قلب. لكن نرجع للعرض الاساسي اللي هو ضيق النفس. طبعا في ناحيه لازم ننبه عليها جدا مهمه، ضيق النفس يمكن عرض شوي شائع تماما، فهو بيهمنا التغير، كثير اشكال بالضبط، بس بيهمنا التغير. يعني مثلا كان يمشي الانسان مسافه مثلا 5 كيلومتر ما يضيق نفسه، او يطلع 3 طوابق 4 طوابق ما يضيق نفسه، هلا صار يمشي كيلومتر واحد يضيق نفسه، يطلع طابق واحد يضيق نفسه. اذا تبدل الاعراض عند المريض، هذا الشيء المهم اللي ممكن يأشر لوجود قصور قلب حديث أو جديد صار عنده. مع أنه عادة هي قصور القلب بيكون تدريجي، قصور القلب الاحتقاني هو حدثية مزمنة، مرض مزمن بينتج عن أمراض كثيرة بالقلب، يعني أهمها هو نقص التروية القلبية، داء الشريان الإكليلي، الانسدادات بالشرايين الإكليلية. لما ما تتعالج بتأدي بالنهاية إلى قصور القلب. السبب الرئيسي الثاني بالمرتبة الثانية بيجي ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط غير المعالج بيؤدي إلى دخول المريض بشيء اللي بنسميه قصور القلب، واللي قصور القلب الاحتقاني هو المرحلة المتقدمة من كلمة قصور القلب. بالأول قصور قلب عادي، بعدين بصير احتقاني، هذا شوي متقدم يعني صار. فهو أي مرض الحقيقة بيصيب القلب أو الشرايين إذا لم يعالج سيقود في النهاية الحالة إلى ظهور شيء اللي بنسميه قصور القلب الاحتقاني، واللي هي حالة شديدة، واللي علاجها يعني الحقيقة والحالات تقدم العلاج هو زرع القلب. يعني طبعا في أدوية كتير، في إجراءات كتير ممكن نعملها،
لكن لما يكون مزمن وشديد جدا بتوسع القلب، بترقق جداره، بدل ما يكون 1 سنتي ممكن يصير 0.5 سنتي مثلا. فوقتها بصير الحل المثالي هو زرع القلب، وهي مرحلة كتير متقدمة، وطبعا ما أنا موجودة عنا لأنه التشريعات ما بتسمح بزرع القلب عنا، ولا هي عملية مو كتير صعبة يعني الحقيقة، هي بتصير بس بدنا تشريعات قانونية تسمح للمشفى مثلا أنه يأخذ القلب من متوفي مثلا أو متبرع دماغي. ما في تبرع غير متوفي، غير يعني بيقولوا ميت جديد يعني. تماما، هو الوفاة الدماغية اللي ممكن الإنسان متوفي دماغيا، يعني هذا أكيد متوفي لكن قلبه شغال، هلا مثل حوادث سير مثل أي شيء فممكن يصير هذا الشيء. بس نحن يعني الغاية أنه ما نوصل لهالمرحلة. كيف نوصل لمرحلة؟ بعلاج أمراض القلب، علاج الضغط، علاج السكري، علاج الكوليسترول والشحوم من البداية. لما نعمل العلاج صحيح ونتابع الحالة ما بيدخل المريض بقصور القلب أبدا. حضرتك حكيت نقطة مهمة كان بدي أسألك عنها، اللي هي علاج خلينا نقول المسببات اللي بتفاقم حالة أمراض القلب أو قصور القلب بالذات، منها الضغط، منها أيضا السكري. هذا اللي بيخلينا نحكي أكثر منهم الأكثر عرضة للإصابة بقصور القلب، فقط مرضى السكري أم هناك أمراض أخرى ممكن تأثر؟ ممكن الأشخاص اللي بيكون عندهم مرضى من التدخين مثل ما قلنا، بيكون عندهم التهاب قصبات مزمن COPD أو غيره، هل هن كمان عرضة للإصابة بقصور القلب؟ أكيد، لأنه COPD عادة نتيجة الدخان، بس الدخان ما رح يأثر بس على الرئتين، على جهاز التنفس، رح يأثر أيضا على القلب. تأثير الدخان على القلب هو على الشرايين بشكل رئيسي. لما بصير في تصلب شرايين، بصير في تضيق شرايين، دخلنا بالحالة يلي اسمها نقص تروية قلبية. نقص التروية القلبية هذا إذا ما تعالج رح يقود بالنهاية إلى دخول المريض بقصور القلب، وبعدين قصور القلب الاحتقاني. الشيء المزعج بالموضوع الحقيقة أنه كل هاي الأمراض قابلة للعلاج، يعني لما ناخد الموضوع بجدية، لما المريض يهتم بصحته ويراجع طبيبه وياخد التعليمات بكل جدية. أهم جملة تقولها، لأنه في كتير ناس اللي بيقولك خلص أنا كبرت شو رح يصير، بدي أعيش كم يوم. تماماً، فهي لما ناخد الموضوع بجدية ويتعالج بشكل دقيق وفق المعايير العلمية الدقيقة العالمية، واللي الحمد لله هلا كله متوفر عنا للأمانة، يعني من ناحية الأدوية، من ناحية التداخلات، يعني مثلا تداخلات عن طريق القسطرة القلبية صارت جدا متقدمة ومتطورة عنا، يعني صرنا 90% من أمراض الشرايين الإكليلية نقدر نحلها عن طريق القسطرة بدون جراحة، بدون تخدير عام، منرجع التروية الجيدة للقلب ومنمنع دخول المريض بقصور القلب. لما نوسع الشرايين بالبالون والشبكة عم نمنع دخول المريض بالمرحلة النهائية اللي اسمها قصور القلب. لكن الفكرة هي المتابعة فقط، متابعة من قبل الطبيب والمتابعة من قبل المريض نفسه لحالته. بيجينا المريض للأسف بتشخص مرضه وبياخد علاجه وممكن ل4-5 سنين ما يراجع. هذا أكبر غلط، لأنه الحالة هي متبدلة بطبيعتها، مثل ما بيقول المثل العربي بيقول وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وهذا نحن فعلا بنشوفه فعلا، يعني هذا الأمر. يعني الآن حالة المريض الآن حتما ما راح تكون مثل قبل 6 أشهر ولا قبل سنة ولا قبل سنتين. كيف نحن منختلف من برا كمان من جوا عم نختلف. تقلبه عضويا مو تقلبه نفسيا، هلا بيفهموا عفاف انه عم نحكي لا حتى نفسيا عن الحب ممكن. والمشاعر هو اكثر شيء عم يصير تقلب نفسي، بس هو بيأثر عضوي، عضويا عم كثير عم يفرق وضع القلب الحقيقه، من ناحيه الضغط، النبض، الشرايين، صمامات، ممكن تظهر تكلسات. بيجيني مريض مثلا هلا بفحصه بعمل له ايكو تخطيط، بعد 5-6 سنين بلاقي في تكلس بدا يظهر على الصمام مثلا، صار عنده قصور ما كان موجود هذا سابقا، بلش يدخل بقصور قلب، كانت وظيفة القلب ممتازة، صار الآن داخل بمرحلة أولى من قصور القلب لنفرض. فكتير مهم التداخل السريع، سواء كان بالأدوية، سواء كان بالشيء اللي بنسميه تعديل نمط الحياة، lifestyle modification، أو بالنهاية بالمداخلات عن طريق القسطرة اللي هي هدفها إعادة التروية وأصلاح الخلل بالشرايين حيث ما وجدت، لحتى نأمن إعادة التروية للقلب، لحتى يقوم هو أيضا بتروية الجسم كله بما يلزمه من المغذيات، من الأكسجين، عن طريق الأكسجين، عن طريق الدم الحامل للأكسجين والمغذيات.
الفشل هو لما ما نقدر نعالج هالمراحل هي كلياتها ونوصل لهالمرحلة اللي اسمها قصور قلب، واللي هي مرحلة الحياة سيئة. والعلاجات في علاجات كثيرة، ولكن إذا كان مرحلة كثير متقدمة ما عم تعطي نتيجة أساسية ونتيجة مرضية، وبرا في عندهم زرع القلب، نتمنى يدخل لبلدنا يعني إن شاء الله القوانين تسمح بهالموضوع. الحقيقة زرع القلب كمان بيحل هالقصة، كمان في عن طريق القسطرة تركيب البطاريات، تركيب الأجهزة المساعدة للقلب أيضا هي موجودة، بس مشكلة كمان كلفة كتير كتير عالية يعني للأسف. ففي حلول للحالة هاي، لكن منبلش أولا بتعديل نمط الحياة وعلاج المرض الأساسي لحتى ما نوصل لهالقصة. تعديل نمط الحياة أنه نوقف الدخان إذا كنا عم ندخن، أو الأرجيلة أكيد بشكل قطعي ونهائي، والضغط نعالجه، السكر نعالجه، الكوليسترول والشحوم نعالجهم. وكلمة العلاج لا يعني بس أخذ دواء، يعني مثلا مريض نعطيه حبة ضغط بنقول له تمام، فكر حاله أنه تعالج، قد ما ينزل على الحبة، بجوز نحتاج تنتين، بجوز نحتاج دوائين. الغاية هي ضبط الضغط، فبأي طريقة لازم نعمل ضبط ضغط أكيد، هي من طريق المتابعة والمراقبة الدورية. ذكرت دكتور أنه ممكن العلاج ما يأخذ نتيجة استشفاء تامة إذا كان المرض أو المشكلة واصلة لمرحلة متقدمة متطورة كتير. طب هون يجب على الشخص هون التعايش مع هاي المشكلة وخلص، يعني بده يكفي حياته أو اللي بقيان من حياته. هلأ بدنا نتعرف منك على المضاعفات، ممكن هي تأثر بالعمر ولا لا، بس أول شيء هي بدنا سبل للتعايش مع هي المشكلة. خلينا نقول كيف ممكن أنا أتعايش مع هي المشكلة وأقضي حياتي هيك بسلام أكثر وبدون ما أتعب نفسيا. هذا مهم جدا الحقيقة، كتير موضوع مهم. أول شيء المريض ما لازم يحارب مرضه. لما المريض بيسمع بنقول له معك قصور قلب، بصير في عنده نظرة عدائية تجاه المرض، ويمكن هذا أكثر شيء بيأثر على المريض وعلى سير المرض. المريض اللي يصاب بمرض مزمن يجب أن يتعلم كيف يصادق مرضه. كيف تفضلتي قلتي يتعايش، نحن نقول حتى يصادق مرضه. خلص هذا رفيقك، بدك تعرف كيف تعيش معه، كيف تحتويه، بهالطريقة منسيطر عليه للمرض. أما إذا عملنا حالة عدائية مع المرض فالمرض أقوى منا، رح يسيطر علينا. طبعا موضوع الأكل لازم كتير يكون منتظم بحميته. مريض القلب يبتعد عن الوجبات الدسمة، يبتعد عن الوجبات الثقيلة. وجبة واحدة ثقيلة غلط كتير كبير، وجبات متعددة وصغيرة، لأنه عملية الهضم هي جهد على القلب. يعني المعدة لما بدها تعمل عملية هضم بدها تستنفر القلب ليضخ الدم بأعلى مستوى للمعدة لحتى تمارس هذا العمل. فهي عملية الهضم هي عملية كتير مرهقة للقلب وللمعدة، فإذا كانت وجبة ثقيلة حتما رح يتأثر. وياما شفنا مرضى دخلوا بأزمة رئة بعد وجبة كتير دسمة، هذا كتير مهم الموضوع. الموضوع الثاني الحمية عن الملح. طبعا كمان الملح مو بس لأنه بيرفع الضغط، الملح بيأثر كمان على أداء القلب. طبعا الكثرة منه، هو الملح عامل أساسي برفع الضغط، والحمية عن الملح بالمقابل هي علاج أساسي لارتفاع الضغط. وبدون حمية حتى في مقادير مقررة، يعني باليوم كله 5 جرام من الملح، أو هو طبعا يعني بيطلع 2 جرام صوديوم أو 5 جرام من كلور الصوديوم باليوم كله، بده ينحسب بالأكل بالشرب بأي طريقة دخل الصوديوم لازم يتحدد. علاج الضغط أيضا، علاج السكري، علاج الكوليسترول والشحوم، الحقيقة كلهم هدول هي حمية من جنب وهي أدوية من جنب تاني وهي رياضة. نحن نقول مثلث العلاج، الحمية والرياضة والدواء. لا تقوم قائمة للعلاج بدون هالمثلث هذا، لازم الثلاثة يمشوا مع بعض. اللي بيعتمد بس على الدواء بدون حمية بدون رياضة ما رح يستفيد. صحيح. واللي بيقول لحاله أنا بقدر عالج الضغط والسكر وكذا بس بالحمية كمان ما رح يستفيد، إلا إذا كان بالمراحل الأولى إيه ممكن الحقيقة يستفيد. الرياضة كتير مهمة الحقيقة بأي مرحلة من مراحل أمراض القلب. كل مرض له الرياضة المناسبة له. أكيد نحن مريض قصور قلب ما رح نقول له نزيل لعب حديد ولا نزيل بطولات ولا لا، أكيد
بس كمان بالمقابل ما بصير نحرمه من الجهد. احيانا من خوفنا على المريض بنعمله مقعد، نحن بنعمله مقعد، لا تحرك لا تعمل لا تقيم لا تطلع. هلا صار رياضه فيزيائيه بالبيت خطأ. وهو نايم بيقدر يعمل رياضه. صحيح. يعني معلومات دائما مهمه ومفيده من حضرتك دكتور احمد، شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لكم، الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك دكتور احمد، واكيد نتمنى السلامه للجميع. اهلا وسهلا فيك. حنروح أنا وعفاف لفقرة كتير مهمة، فقرتنا الصحة النفسية أو الاجتماعية. تماماً سلمى، قدي ممكن اليوم هيك نتيجة الظروف بالحياة أو نتيجة الضغط اللي علينا ممكن نحن نمر بحالات غضب كتير كبيرة، وبوقتها ممكن نفقد السيطرة على أعصابنا وتصير انفعالاتنا شديدة أو مدمرة ببعض الأوقات. طبعاً مدمرة ممكن تكون توصل لمرحلة الأذى نفسياً أو جسدياً أو تدمر على علاقاتنا الاجتماعية العاطفية والعائلية أيضا. وأكيد ما بدنا ننسى أنه الغضب حق وشعور أساسي لازم نحن نشعر فيه ونستخدمه بالطريقة الصحيحة ونفرغ عن غضبنا بطريقة صحيحة، مثله مثل أي شعور اليوم، مثل الحزن مثل السعادة مثل كتير من الشعور يلي نحن نشعر فيه أوقات مثل القلق وحتى الإشمئزاز. يعني شيء طبيعي نحن نعصب، بس أهم شيء أنه نحن ما نفقد أعصابنا. صحيح، لهيك دائما عفاف بنقول الغضب هو شعور مثل طبعاً. كل المشاعر الإنسانية، أو فينا نقول هو سلوك نتيجة كتير حوافز أو عوامل هي بتأدي لحتى نوصل للغضب. الغضب له أنواع، هاي الأنواع ممكن تختلف وشدتها ممكن تختلف، وبالتالي تأثيره النفسي ما بس بيضل تأثير نفسي وبيقتصر عند هاي الحدود، ممكن أيضا هذا التأثير يصير أيضا تأثير جسدي وصحي على الإنسان، ممكن يؤدي لتوتر ارتفاع ببعض الهرمونات وبالتالي هذا السلوك يتغير. كيف ممكن نسيطر على هذا الشيء؟ كيف ممكن نكون ضمن الحد الطبيعي لسلوكنا الغاضب أو غيره من التصرفات؟ كل هالأسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة هالة البدين اختصاصية نفسية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. هلا فيكي. من اليوم موضوعنا ما في حدا يمكن ما بيعاني منه، وهو يمكن بالنهايه طاقه سلبيه، هي بتولد افكار سلبيه بالتالي بتولد يمكن تصرفات سلبيه بتصير مؤذيه كثير. خلينا نحكي عن الغضب، امتى نحن بنكون هذا الشيء الشعور يلي عم نشعر فيه هو مشكله بحد ذاتها او ما له شعور طبيعي مثل الباقي؟ تمام. هلا الغضب مثل ما انت حكيتي هو حاله اساسيه وحاله صحيه وضروريه بالحياه، مثلها مثل اي مشاعر ثانيه نحن بنتعبنا، مثل الفرح مثل الحزن مثل غيره من المشاعر. فكتير مهم نحن نحس بهاي الاحاسيس والمشاعر، وكتير مهم نعبر عنها. بس هاي الحاله العاطفيه لها درجات يعني متفاوته، ممكن تكون حاله غضب خفيفه ممكن تكون حاله غضب شديده. فلما هي تكون خفيفه فانا هون ما عندي مشكله، بس لما انا عندي حاله او نوبه غضب شديده عم بتاثر على جودة الحياة تبعي سلبا، فأنا هون عندي مشكلة. لأنه أنا هون لما بعصب كثير طبعا، لما عم تنتاب من نوبة غضب عم بتكون مترافقة بمجموعة أعراض، إن كان أعراض جسدية نفسية، هذا الشيء عم بيأثر مثلا على شغلي على جودة الشغل تبعي، هذا الشيء عم بيأثر على بناء علاقاتي الاجتماعية مع الأشخاص اللي حولي، إن كانوا عائلتي أو إن كان زملائي بالعمل إن كان مديري بالعمل، فبالتالي عم بتأثر سلبا على علاقاتي الاجتماعية وعلى استمرارها. فبالتالي أنا نوبات الغضب المتكررة لما عم بتكون كثير بشكل متفاقم عم بتأثر بالمجمل على فينا نقول جودة الحياة تبعي. طيب أستاذة هلا، في كثير أشخاص بتبلش معهم القصة مرة بيكون بيفقد سيطرته على انفعالاته، ولكن فترة بعد فترة بنصير بنشوف هي ردة فعله الطبيعية على أي شيء، بيستاهل ما بيستاهل، بياخد ردة فعل عصبية وبيصير غاضب زيادة عن اللزوم. قدي هذا الشيء ممكن يأثر على الشخص مع استمرار الوقت وممكن فعلا يتغير؟ هلا هن الناس بشكل عام مختلفين من حيث التعبير عن الغضب ومن حيث الشده، بتلاقي مو نفس الاشخاص بيغضبوا بنفس الطريقه ولا بنفس الحده. يعني نفس الموقف قد يكون بسيط جدا بحدا ما بيعصبه بمر عادي، عند حدا ثاني فهو كثير بيعصبه بيستفزه غالبا، هدول دمه بارد ما كثير بالضبط، وهذا حدا كثير عصبي وناري بيعمل مشكله من اي شيء. وغالبا على فكره الشخص العصبي بيعرف حاله، يعني هو عم بيحس انه انا ما عم بقدر سيطر على
أعصابي، ما عم بقدر سيطر على الموقف، عم نشوف إنه في كلام عم يطلع ما نو محسوب، كلام جارح مؤذي لغيره، حتى صرنا نشوف هون السلوكيات كمان كثير من الأحيان فيها جرح، فيها عدوانية. فهاي الحالة المبالغ فيها غالباً الشخص هو بحس فيها، وهون هو بالمرتبة الأولى لازم يوقف مع حاله ليلاقي حلول، مشان ما تصير هي السلوك. بصير أنا دائماً لما بدي أعصب بدي أحكي كلام مانو محسوب، فيني أعمل أي شيء وشو ما يصير. فمشان ما نوصل لهاي المرحلة اللي هي صارت عادة أو هاي طريقة للتعبير عن الغضب، لا، لازم هوني أنا انتبه ووقف مع حالي في حال أنا عم شوف عندي هاي الأعراض، وبلش لاقي الطرق المناسبة لحتى كيف عبر عن غضبي وكيف فرغه بطريقة مناسبة. طيب أستاذة، كتير نسمع أنه لما حدا بيعصب أو بيفقد السيطرة على أعصابه وبيطلع هاي العدوانية اللي جواته، دائماً بيلقى الحكم عليه أنه هاد وشه الحقيقي أو ظهر على حقيقته. يمكن مثبت علمياً أو في دراسة علمية ونفسية بتقول أنه هاد الوجه الحقيقي للشخص، قديه مدى صحة هذا الكلام وليش؟ هلأ بالعموم بحالة الغضب أكيد ما أنه العقل هو سيد الموقف، هي حالة عاطفية بحت، حالة انفعالية بحت. فالإنسان لما بيعصب بيحكي كل شيء جواته بدون مجاملة، بمعنى بدون ترتيب لهاي الكلمات، شو في شيء بيحكي. فلهيك نحن منقول أوقات أنه هذا الوش الحقيقي ظهر، بس أنا هون لا، ما بفضل نعمم هاي الحالة، يمكن لأنه بيجرح بكلماته بتصرفاته فبيفكروا أنه هذا الشخص هو هيك، هو هذا الشخص، مع أنه لما يرجع يروق بعدين ممكن يندم، يحس حاله حكى شيء ما بيشبه حاله أو تسرع فيه أو يمكن يندم بعدين. فلهيك نحن ما فينا نعمم نقول مثلا لأنه حكى هاي الجملة سيئة بحالة غضب أو بحالة عصبية فهو إنسان ما أنه منيح، أنه خلص أنا هلأ كشفت وش الحقيقي. لا، مو صح. خلينا نأخذ الأمور بس بأنه هو هذا الشخص عمل هيك، فهذا مؤشر على أنه هو ما عنده شعور بالرضا أو هو في شيء زعج وعنده شعور من عدم الارتياح وفرغ بهاي الطريقة. فأنا هون كتير مهم اتعاطف أو اتقبل هاي الحالة لأنه هي أكيد رح تتغير بعدين، فأنه سامح، يعني ما أخذ تكرة أنه خلص أنا هلأ استنتجت أكيد هو شخصيته هيك وأحكم عليها فوراً. لا. طيب في كتير أشخاص، خلينا نحكي عن الطرف الثاني اللي بيتعامل مع الشخص الغاضب واللي بيصيبه نوبات غضب، مرة اثنين ثلاثة أنت بتحاولي تستوعبي بتسكتي، بيقوم هو بيصير بيزيد فيها، بيبالغ، بيعتبر أنه هذا الشيء طبيعي اللي أنا عم ساويه، وبيصطدم مع الآخرين اللي ما بيتقبلوا هذا النوع. يعني خصوصا مثلا بالعمل، إذا اثنين تخانوا وبيقولك أنا ماني مضطر أتحمل عصبيته ولا مضطر أتحمل صوته العالي، أو إذا بيتلفظ بألفاظ مانا جيدة، بينما مثلا ممكن يكون الأهل بيتقبلوا هذا الشيء لأنه ابنهم بالنهاية، فبيتعاملوا بيحاولوا يستوعبوا الموقف. إنت الشخص هون بيفقد بقى الحدود، إنه يعرف إنه أنا مو كل الناس مضطرة تتحملني وأنا عم سبب مشاكل لنفسي وللآخرين بهالغضب. يعني هلا مثل ما قلتي، الشخص ممكن يتحملوا أهله بالبداية بس ما رح يتحملوا المجتمع أو الأشخاص الغريبين عنه، وبالتالي الشخص الغاضب هو مع الوقت تدريجيا هو على فكرة الخاسر الأكبر، لأنه هو رح يخسر الأشخاص. يعني أنا مثلا في حال عم بتعامل مع حدا كتير عصبي عم بيجرح لي مشاعري مرة بعد مرة، ممكن سامح مرة ومتين ثلاثة بعدين وصل لمرحلة أنه أنا ما عاد أدراني كفي مع هذا الشخص وبدي أضطر أقطع علاقتي فيه، تمام؟ ولأنه في خيارات تانية بالحياة وفي بدائل تانية للأصدقاء. أما هو هذا الشخص فهو رح يخسر مرة واثنين وثلاثة، فهو رح يوصل لمرحلة أنه هو عم يخسر. فغالبا هون هو بده ينتبه لحاله انه انا علاقاتي الاجتماعيه عم بتاثر، عم بخسر ناس مهمين بالنسبه لي، فانا هون بدي لاقي حل. وغالبا قلت لك هذا الشخص هو مدرك لهي الحاله، فهو هون بده يحاول اكيد يلاقي حلول. طيب كمان استاذه، نشوف الشخص العصبي دائما، خلينا نقول اللي اي ممكن فعل صغير ممكن يصير عنده رد فعل كثير مبالغ فيه، ممكن نعرف شو السبب الاكبر تجاه هذا، خلينا نقول جواته طاقه غضب كثير كبيره، يعني ما بيتحمل اي كلمه، ما بيتحمل اي ملاحظه، حتى ممكن تكوني عم تمزحي معه بوقت هو ما بده يمزح، فممكن بوقتها جد ينفجر فيكي. شو السبب وراء هذا الشيء؟ هلا حالة الغضب بالعموم إلى مجموعة كبيرة من الأسباب. أحد أسباب الغضب على فكرة الوراثة. يعني أحيانا بتلاقي طفل صغير بعمر كتير مبكر هو سريع الغضب، أي شيء بيعصبه لأنه غالبا حدا من أهله هو عصبي، هاي رقم واحد، يعني سبب جيني أو وراثي فينا نقول. عندي سبب تاني هي الشيء المجتمعي أو ثقافة المجتمع فينا نقول، أو شيء بيئي اجتماعي. بدي أقول لك نحن بحكم
ثقافتنا انه انا عادي اعبر مثلا عن الفرح، عادي اعبر عن الحزن، انا بروح ببكي عادي، بس يمكن مو صح روح اعبر عن نوبه الغضب تبعي كبنت اذا بدك، تمام، اذا فينا نقول اكثر من الشاب يعني. فانه لا، ما بصير عصب، لازم اكبت هذا الشيء. تمام. فمره على مره انا صار عندي حاله تراكميه، يعني انا كبرت وما تعلمت، ما اخذت ثقافه كيف انا اعبر عن مشاعري واوضحها بصراحه وبسلاسه وبانفتاح. انا عم بكبت هاي المشاعر وما عبرت عنها وما بعرف اساسا كيف اعبر عنها، يعني انا عصبت بس ما بعرف شو بدي اعمل. فانا بكبر بتفاجئ من حالي انه انا ردات فعلي كثير غريبه، يعني انا عصبت لقيت حالي عم بتصرف تصرفات عم كستر مثلا، عم بحكي حكي ما بعرف من وين جايبته، انه انا مو هيك عاده بحكي. هاي نتيجه شيء انا ما تعلمته من صغري، فانا كبرت ما بعرف اعبر عنه. هلا هاي احد الاسباب. عندنا اسباب ثانيه هي مشاكلنا الشخصيه، يعني احنا اليوم كل حدا فينا عنده ظروف، عنده مشاكل بالحياه، يعني احنا طالعين كمان هلا من مثل ما عم نقول شو انه عم نلمم هيك حالنا وجروحاتنا وكذا، في ضغوط، في وضع اقتصادي سيء، فكل حدا فينا عم بيعاني بطريقه او باخرى، كل حدا فينا عم يشتغل عمل واثنين وثلاثه، فبالتالي الانسان عم بيكون مستنزف ذهنيا وجسديا ونفسيا، فهو بحاجه وقت على الاقل وقت استراحه. هلا مو بس الطفل بحاجه استراحه، نحن ككبار بحاجه عن جد اوقات استراحه، فقديه مهم نعطي حالنا هذا الوقت قدر المستطاع بيوم عطله، حتى خلال دوامي انا قديه قدراني اعطي حالي ولو كل ساعه 5 دقائق. هلا هي 5 دقائق بس هي على فكره كفيله باني شوي ارجع اشحن طاقتي من اول وجديد وارجع اقدر واجه المواقف من اول وجديد. هلا كمان في اسباب ثانيه، مثل مثلا في حدا حساس زياده اكثر من حدا ثاني، يعني الانسان الحساس عنده شويه خوف من المستقبل، احيانا شويه خوف مثلا من ابسط الاشياء، مثل حدا عنده مقابله عمل او رايح على شغله انه ما رح لحق، ما رح اقدر، بلكي فشلت، يعني عنده هاي المخاوف، فهذا الشيء عم بيولد عنده حاله من القلق والتوتر، والتوتر والقلق هو اصلا اللي انا وداني لحاله الغضب. وممكن كمان الجو والطقس لحاله، هلا بتلاقي الناس بالشوب لحالها، صح، ما انا متحمله، صح، ما انا متحمله شيء، يعني كثير اوقات في قصص بتحسيها ما انا مستاهله بس لانه الشخص مثلا متضايق، هي الظروف النفسيه بتأثر. هي هاي تفصيل صغيره مثل ما عم بتقولي شوب كثير او برد كثير، طب انا هاي لحالها كفيله بانه تخليني اتغير مزاجي، ايه، تمام، للغضب او حتى للانعزال بعض، صح، الاحيان. طب خلينا نحكي عن اداره الغضب اليوم. مو بس عرفنا اسبابه وليش ممكن يكون والشيء اللي بحفزه، خلينا نعرف كيف نحن كأشخاص ممكن ندير هاي الحالة لحتى هيك نسيطر عليها، وبنفس الوقت لا نأذي نفسنا ونخسر العلاقات مع الأشخاص المحيطين فينا، ولا حتى مثل ما بيقولوا نزيد على الأشخاص المتحمليننا يعني. تمام. هلأ أول شيء بإدارة مشاعر الغضب، نعرف أو نحاول نعرف سبب الغضب أو السبب الكامن وراء الغضب. أنا لما بدي سيطر على أي شيء بحياتي، أي شعور، إن كان الغضب أو إن كان غيره، بدي أعرف شو السبب. فأنا بس أعرف السبب غالباً رح أقدر لاقي الحل إلى حد ما. بعد ما أنا لقيت السبب بدي أدور على الحل. الحل إجباري بده يكون واقعي منطقي، يعني أنا بعرف ظرف البلد اليوم، بعرف شغلي، بعرف إمكاناتي الشخصية، فبدي لاقي حلول مناسبة ومنطقية. يعني أنا لازم أكون على دراية شو الشيء اللي فيني عدله أو غيره تطير حياتي بشكل أفضل، أو ما عاد يصير عندي حالات غضب. تمام. شو الشيء اللي بعدله، شو الشيء اللي ما فيني عدله، يعني أنا بدي أكون عارفاني أنه أنا في شيء مفروض علي أو في شيء هو سائد بالوضع العام، أنا ما فيني أعمل تغيير جذري، بس الشيء اللي أنا بقدر غيره ولو بشكل بسيط فأنا أقوم فيه. هلأ هون بدي أحكي فكرتين مهمين بهاي الحالة. كتير مهم اتقبل فكرة إنه كل حدا أو كل إنسان بالعموم ممكن بأوقات يصيب وممكن أوقات يخطأ، فأنا أكيد حياتي مو كلها أنا عم صيب وعم بنجح والأمور عم بتكون مثل ما بدي، أنا بأوقات تانية عم بفشل وعم بخطأ مرة ومرتين وثلاثة وعم بتعلم. فأنا لما بتقبل هاي الفكرة أنا برتاح، يعني تدريجياً يمكن بصير معي إنه عم بقدر بستوعب حالة الغضب تبعي أكثر. رقم اثنين، في فكرة كمان لازم أتقبلها، إنه نحن كأشخاص أشخاص مختلفين، يعني أنا غير أنتي غير أنتي غير أي حدا، الإخوات بالبيت مو مثل بعض، فأنا بدي أتقبل هذا الاختلاف، بدي أتقبل الشخص مثل ما هو، مثل ما هو بيفكر ومثل ما هو بيحكي ومثل ما هو بيتصرف، مو مثل ما أنا بدي.
فبالتالي انا ما فيني سيطر على الاشخاص واعملهم مثل ما بدي تمام. بس انا فيني سيطر مثلا على نوعيه علاقاتي مع الاشخاص، على طريقه بناء علاقتي مع العالم، كيف بتعامل معهم، فيني اعدل حتى بطريقه تعاملهم معي. هذا الشيء قادر انه يكون ضمن السيطره، بس ما فيني اغير العالم ككل. يعني خلينا نطلع بنتيجه كثير حلوه من خلال كلامك، انه التقبل او المتقبل كثير من التفاصيل، كثير من الامور، كثير من المواقف. اذا كان متقبل فهو ممكن صار عنده شويه غضب، بس عرف يدير هذا الغضب ويسيطر عليه ويتصرف بكل عقل وحكمه. اليوم استاذي هيك اخر سؤال بختام فقرتنا، قديه ممكن او قديه مهم لكل شخص ما انه قدران يدير هذا الغضب او يسيطر عليه انه هو يشوف اختصاصي نفسي يساعده بمعالجه هاي المشكله او هذا الاضطراب؟ يعني ممكن اليوم كثير من الاشخاص ممكن تخجل او ما تتقبل هذا الموضوع. يعني دائما لما بنسمع بالاختصاصي النفسي شو انا مجنون، لا، قديه مهم نحن اليوم عن جد نشوف معالج يعالجنا لحتى نحن نتخطى هاي المشكله. هلا اذا الموضوع كثير متفاقم وانا عن جد حدا ما عم بقدر سيطر على نفسي وعم بتأثر على حياتي بشكل مباشر وسلبي، فمو غلط أنا ألجأ لدكتور نفسي وألجأ، لأنه في أدوية علاجية بالدواء. بس أنا شخصياً ما كتير أفضل نلجأ لأسلوب الدواء، لأنه أنا ممكن جسمي يتعود عليها أو بعد فترة ما يتقبل أو تعطيني نتائج عكسية. أفضل الشيء نفسي من خلال خطوات على فكرة كتير بسيطة. أنا مثلاً حسيت حالي بموقف ما عصبت، بمعنى عد العشرة، فكر شوي ولو ثواني لحتى ما أحكي شيء اندم عليه بعدين، بس فكر شوي شو بدي أحكي، اتنفس شوي، غير مكاني، قوم اعمل، مو رياضه، ما رح اقول رياضه، امشي بالمكان، اذا بقدر اركض بركض، اخذ نفس، اسمع موسيقى هاديه، انتبه لجسمي اكثر بحيث وجه انتباهي بدل ما يكون باتجاه الشيء اللي انا معصبني باتجاه جسمي. فانا بحاول هون بكون قلصت الى حد ما الغضب. يعني هي خطوات بسيطه، بس اذا الانسان بيتعلمها بيريح حاله نفسيا وبيلاقي حاله الى حد ما عنده قدره على اداره الغضب. اكيد معلومات مهمة جدا، شكرا لوجودك معنا استاذة هالة، ونتمنى نكون فدنا كل يلي عم بيتابعونا. شكرا لكم وللإخبارية السورية كمان. شكرا لك استاذة هالة، واكيد بنتمنى الصحة النفسية والجسدية لكل الاشخاص ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اما هلا عفاف رح نروح للادية وماراثون رياضي اقيم لعدد من الجامعات، خلينا نتعرف على تفاصيل هالماراثون بالتقرير التالي. نشاط رياضي ودعم لمواهب الشباب، يقيم اتحاد الطلبة ماراثون رياضي لعدد من كليات الجامعة ضمن فعاليات المعسكر الانتاجي في جامعة تشرين باللاذقية. إدارات الكليات تقوم في دورها العلمي العملي، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا أيضا يقوم في دوره في دور هام في هذا المعسكر من خلال صقل مهارات الزملاء الطلاب وإعادة وتأهيلهم بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى رعاية هذه المواهب الشابة من خلال العديد من النشاطات والفعاليات الموزعة على أيام المعسكر الإنتاجي. هذا النشاط يعبر عن طاقة الشباب، هذه الطاقة المتجددة التي عبروا عنها بفرح وبإمكانية بدنية جيدة جدا، والحمد لله نجح الماراثون بأفضل صورة ممكنة. نحن كرئاسة جامعة وإدارة جامعة والاتحاد ندعم هذه المواهب ونعزز من هذه المواهب لصقلها، وقد تشارك في مسابقات على مستوى المحافظة أو على مستوى الوطن. ما توقعت أني أخذ المركز الأول، فحسيت كثير بالسعادة الصراحة. هلا كان كثير شعور حلو، كنا نتمنى نطلع الأول، بس يعني كل واحد بذل طاقته، ان شاء الله كله لخير واحسن ان شاء الله. في دائما طلاب اذا ما عملوا معسكر وطلعوا وشافوا عرض الواقع ما فين يشوفوا بالتفصيل، يعني عن جد في معسكرات بتفيد لاقسام كثير. تنمية قدرات الشباب الجامعي وتحفيزه على صقل مهاراته لدفعه للمشاركة في جميع نواحي الحياة. ومن اللاذقية سلمى رح نروح فورا على دير الزور وتصاميم لنماذج صناعية وتجريبية. أيضا نفذ مجموعة من الطلاب المتميزين بجامعة الفرات بدير الزور وقدموها كمشاريع تخرج بكلية الهندسة البتروكيميائية، وأكيد تفاصيل أكثر مع مراسلنا إبراهيم الضلي.
تصاميم لنماذج صناعية وتجريبية نفذها مجموعة من الطلاب المتميزين في جامعة الفرات، وقدموها كمشاريع تخرج في كلية الهندسة البتروكيميائية بدير الزور. تم إنجاز مشروعين تجريبيين تصميميين، المشروع الأول هو نموذج تجريبي صناعي لمصفاة نفط كما هو مبين لديكم، وبالإضافة إلى مشروع آخر يخص قسم الصناعات البتروكيميائية هو عبارة عن عمود استخلاص سائل بحشوة. هذه المشاريع لها دور كبير في تطوير العملية التدريسية والعملية في الكلية، وسوف تخدم الطلاب مستقبلا في التعرف على كثير من النماذج التي يفتقدونها في الوقت الحالي، وهي من إنجاز مجموعة من الطلاب المتميزين في الكلية، وسوف تخدم بشكل كبير مجال الصناعة النفطية والصناعات البتروكيميائية. المشاريع تضمنت تصميم نموذج صناعي لمصفاة نفط، إضافة إلى نموذج تجريبي لعمود استخلاص سائل بحشوة. مشروعنا هو تصميم نموذج تجريبي لعمود استخلاص سائل بحشوة. طبعا هذا المشروع تم اختياره في بداية السنة الخامسة. احنا اختارينا بهذا المشروع من الشيء اللي يخص قسم الصناعات البتروكيميائية، واللي يهدف لتوصيل فكرة عملية الاستخلاص، واللي تضم استخلاص سواء مسج السواء اللي يتم استخلاص منها سائل معين. اختارينا هذا المشروع لأنه شرينا أنه يكون متناسب مع حاجات الكلية ومع حاجات زملائنا الطلاب الذين يتقدمون لهذه السنوات في الهندسة البترولية، وقد تم تنفيذ المشروع خلال 3 أشهر. تسهم هذه المشاريع في دعم العملية العلمية والبحثية في جامعة الفرات، كما تؤمن نماذج صناعية تثري مخزون الكليات من المستلزمات، ما ينعكس بصورة إيجابية على تخديم قطاع الصناعات النفطية والبتروكيميائية. فرحيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. رح نروح لفقرتنا التالية ورح نتعرف عفاف أكثر على موضوع كتير مهم. بنعرف أنه عم تتغير منظومة القيم والحياة السائدة في مجتمعاتنا بشكل عام مع التطور المتسارع لإيقاع الحياة بالعموم الاستهلاكي والمادية اللي عم تروج له التطبيقات الحديثة اللي أصبحت تتصدر علاقاتنا الاجتماعية والافتراضية. أيضا نجد أنه القيم أصبحت تأخذ مفهوم آخر تتصدر المصلحة الشخصية والمنفعة المادية. طبعا مع اختلاف منظمة القيم يلي عم نعيشها اليوم كان هو عنوان المؤتمر العلمي الأول لمؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، أيضا تحت مسمى أزمة القيم في ظل التحديات المحلية والعالمية أيضا. ومن خلال ضيوفنا اليوم بالاستديو رح نتعرف على أبرز المحاور يلي اتضمنها المؤتمر مع الدكتور وائل خطار، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية. صباح الخير دكتور. وأيضا معنا الدكتور إبراهيم المصري، عضو هيئة تدريسية بجامعة دمشق. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك دكتور وائل، خلينا نتعرف بشكل أوسع اليوم على المؤسسة، مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، أهدافها وآلية عملها. بالنسبة لأهداف مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، أول موضوع هو نشر الوعي الثقافي التربوي والاجتماعي، وهذا هي ناحية. الناحية الثانية تقديم الخدمات لكل فئات المجتمع السوري، كان الخدمات العلاجية أو الخدمات في الجانب الثقافي. موضوع يعني الهدف الثالث هو مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين السوريين في المؤسسة، يعني هذا موضوع كتير مهم. هي بالنسبة لموضوع الأهداف، أهداف المؤسسة بشكل عام. طبعا المؤسسة أخذ تصنيفين، تصنيف تمكين تعليم وخدمات اجتماعية. في مجال التمكين التعليم نبدأ بهذا الموضوع من مرحلة ما قبل المدرسة، أي ما يسمى بمرحلة الطفولة المبكرة، ومن ثم مرحلة المدرسة من عمر 6 سنوات وحتى عمر 18 سنة، وبعد مرحلة ما يسمى بالتعليم ما قبل الجامعة أيضا موضوع التعليم الجامعي، لأنه هي مسألة كتير مهمة. يعني هون نحن عم نستهدف الأطفال، عم نستهدف الشباب والشابات.
ايضا بنواحي ثانيه ايضا بيتم استهداف كبار السن، بيتم استهداف فئات ما يسمى باصحاب الحاجات الخاصه، بيتم تقديم خدمات لهم. وفي مجال الخدمات الاجتماعيه اللي هو التصنيف الثاني للمؤسسه طبعا بموضوع تقديم مساعدات لما يسمى بالفئات الهشه، الايتام والعجزة والكبار السن، ومثل ما قلت كمان ايضا اصحاب الحاجات الخاصه. خلينا ننتقل عندك دكتور ابراهيم، اليوم انتم بصدد اطلاق المؤتمر يلي كان تحت مسمى المؤتمر الازمه القيم بظل التحديات المحليه والعالميه، خلينا نحكي عن اهميه هذا المؤتمر اليوم وشو ضمنت محاوره كونه هو نواه عمل عند عدد كبير من الباحثين. نعم، اسعد الله صباحكم. في البدايه القيم بطبيعتها هي المحرك الأساسي للعمل، هي التي تحدد توجهات العمل الاجتماعي. ومجتمعاتنا استهدفت بغزو ثقافي ليس جديد منذ فترة طويلة. يأتي هذا المؤتمر كنوع من الاستجابة من قبل المثقفين والباحثين للبحث في عمق الأزمة الثقافية والبحث عن حلول لهذه الأزمة الثقافية. هذا المؤتمر يعتبر نوع من تجمع العقول وله مهمة محددة، هذه المهمة هي الخلوص إلى توصيات قابلة للتحقق وقابلة للمتابعة. طبعا أهمية المؤتمر يأخذ أهميته من جانبين، الجانب الأول هو جانب القيم كما قلنا، الجانب الآخر هو جانب الفكر ذاته. المؤسسة، مؤسسة الدراسات التربوية والنفسية، كونها مؤسسة دراسات هي متوجهة باتجاه إنتاج الدراسات. حتى ننتج دراسات ذات قيمة علينا أن نشكل فريقا. هذا المؤتمر يعتبر الآن نوع من المؤتمرات الاستقصائية التي تحاول جمع أكبر قدر من الباحثين من أجل تشكيل فريق بحثي متكامل ومتميز يستطيع فيما بعد أن يضع برنامج جيد لإنتاج دراسات لاحقة، طبعا ليس فقط في مجال القيم وإنما في كل المجالات التي تهتم بها المؤسسة. يعني الدكتور وائل حكى عن المجالات الاجتماعية والمجالات المعرفية، وطبعا هي كونها تربوية ونفسية فهي تختص بالجانب التربوي ومنه تمكين التعليم، وبالجانب النفسي ومنه بعض المشكلات التي تواجه مجتمعنا. لذلك المؤتمر يعني يأخذ أهميته من هذا الباب. أكيد دكتور وائل، يعني مثل ما حكينا ببداية الحديث أو المقدمة لفقرة اليوم قلنا نحن عم نعيش متغيرات كثيرة حاليا، وبالأخص المتغيرات اللي ألقت ظلال الحروب بشكل عام على المنطقة والأزمات النفسية، أزمات الأخلاقية، صرنا نشوف الواقع الافتراضي خلق كثير من الصعوبات والتحديات أمام هذا الجيل وأمام المجتمع بالعموم. خلينا نحكي عن أهم هي التحديات وكيف سيعالجها المؤتمر. بالنسبة لموضوع الشيء اللي عم تتفضلي فيه، موضوع التحديات، هي مسألة كتير مهمة. نحن اشتغلنا بهذا الموضوع بطريقة منهجية وبمنهجية البحث العلمي. أول شيء قمنا بعملية يعني دراسة واقع أزمة القيم، دراسة الواقع، لأنه نحن بأي عمل بدنا نقوم فيه بدنا ننطلق من الواقع. الناحية الثانية، المرحلة الثانية، انتقلنا لتحديد السلبيات والإيجابيات مثل ما تفضلتي، ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات. المرحلة الثالثة يلي هي مرحلة ما يسمى بإيجاد الحلول، لأنه أنا إذا بدي أطرح أي مشكلة لا نعم فليصمت الإنسان، يعني هذا الموضوع، هي المنهجية العلمية هيك يعني بتقول يعني. فلذلك أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة، اليوم أي مجتمع من المجتمعات بيعيش بإطار منظومات، وإذا بدي حدد أكثر في إطار منظومتين، المنظومة المعرفية والمنظومة القيمية. يجب أن يكون هناك، يعني خليني أقول، يجب أن يكون هناك تكامل بين هاتين المنظومتين، أو يجب أن يكون هناك توالف بين هاتين المنظومتين.
اللي بدي أقوله أنه هالمنظومة هي اللي بيعيش فيها المجتمع يجب أن تكون نحن بدنا نعمل على تعزيز منظومة القيم الإيجابية وأنه نبتعد عن منظومة القيم السلبية. وهذا طبعا عبر التاريخ في شواهد على هذا الموضوع. أنا دائما فيما يخص موضوع منظومة القيم يعني بسكرة أنه لماذا بنى الصينيين سور الصين العظيم؟ هن بنوا لحتى يردوا الغزوات، ولكن عندما انغزت الصين مباشرة دخلوا الغزاة من الباب. لماذا؟ لأنه اهتموا بالحجر ولم يهتموا بالإنسان، رشوا الحارس يعني، وهي الرشوة هي قيمة سلبية. إذا ما اهتموا ببناء الإنسان، وهون أنا بأكد أنه وقت ما بدي أحكي عن منظومة إن كان معرفية أو منظومة قيمية، إذا المنظومة هي بناء، أنا بدي أهتم ببناء الإنسان، البناء المتكامل المتوازن. وأقصد بالبناء المتكامل أنه أنا بدي أبنيه بكافة جوانب شخصيته الاجتماعية والثقافية والسياسية والواوا إلى آخر ما هنالك، الجسدية ما بدي أغفل شيء، العقلية الوجدانية والتوازن. أعني أنه ما بدي خلي أنا شيء يطغى على شيء، يعني أنا ما بدي خلي مثلا العقل يطغى على الوجدان. وقت ما بيطغى العقل على الوجدان لا تفكروا يعني الأمر مدمر، يعني أنا هون بدي أحكي عن العلم كسلاح ذو حدين. الذرة، الذرة إما أنه بتم استخدامها لأعمار البشرية أو بتم استخدامها لبناء البشرية. من خلال من؟ من خلال محركها الإنسان. عندما يكون الإنسان شرير بيستخدمها لدمار البشرية، وعندما يكون الإنسان خير يستخدمها لماذا؟ لإعمار البشرية. فلذلك اليوم مسألة القيم حقيقة مسألة كتير مهمة، وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد أشار لهذا الموضوع بخطاباته وفي لقاءاته، وقال حرفيا أنه نحن اليوم عم نعاني، من أزمة أخلاق. يعني هو تكلم عن أزمة الأخلاق، قال أنا حكيت عن أزمة الأخلاق قبل ما أحكي أنا عن التطرف، وقبل ما أحكي عن التعصب، وقبل ما أحكي عن الإرهاب. اليوم مدام نحن حصلنا شبابنا وحصلنا شاباتنا وحصلنا أطفالنا بالقيم الإيجابية، فأكيد مجتمعنا رح يكون مجتمع يعني باختصار مجتمع إيجابي، مجتمع إيجابي، مجتمع معافى، مجتمع متطور. اليوم القيم مسألة كتير مهمة حقيقة بحياة المجتمعات وبحياة الإنسان. ممكن كمان نكون حصلنا بلدنا كمان. نعم طبعا. خلينا ننتقل عندك كمان دكتور إبراهيم ونسألك بالمؤتمر يلي صار فيه توجهات مطروحة من خلال هذا المؤتمر، خلينا نعرف شو أهم التوجهات كانت. نعم، في الواقع الباحثين الذين تقدموا بأبحاثهم للمؤتمر أخذوا المحاور كنقطة هداية لهم، تقريبا يعني معظم المحاور غطوها، لكن الآن أنا سأتكلم بالعموم. هناك جزء من الأبحاث توجهت نحو أثر وسائل التواصل الاجتماعي على منظومة القيم. الآن وسائل التواصل الاجتماعي في الواقع تؤثر تأثيرا هائلا إن كان سلبي أو إيجابي. نحن الآن نقول أن لها تأثير، لكن علينا أن نوجه هذا التأثير بالاتجاه الإيجابي بدل أن يوجه بالاتجاه السلبي. بعض الأبحاث تكلمت عن الإرهاب الإلكتروني، بعض الأبحاث تكلمت عن أثر بعض الألعاب في تنمية بعض النزعات العنفية لدى الأطفال. ألعاب مصممة لكي تجعل الطفل من الداخل عنيف. نعم، فمجموعة من الأبحاث تكلمت بهذا الاتجاه، بحثت أسس الأزمة القيمية من هذا الاتجاه، وبعضها أيضا تكلم عن الثقافة الرقمية، كيف يمكن أن كيف هو واقعها وكيف يمكن أن نستفيد منها. وهذا جمالية البحث العلمي، أنه يبحث في وصف الظاهرة ويبحث في مآلات هذه الظاهرة وكيف يمكن أن نطوع هذه الظاهرة من أجل صالح المجتمع. أبحاث أخرى ذهبت إلى التعمق في الأساس الفلسفي لمنظومة القيم،
الأساس الفلسفي لمنظومة القيم والأساس المعرفي لمنظومة القيم شيء مهم جدا، لأنه كما قلنا منظومة القيم هي التي تقودنا، تقود أفعالنا. منظومة القيم هي التي تحدد أن هذا الفعل محمود أو مذموم، فإذا صنف هذا الفعل محمودا سيسلك الناس بهذا الفعل، سيسلكونه وهم مرتاحو الضمير دون أي نوع من تأنيب الضمير، وإذا وصم بأنه فعل مذموم سيستنكفون عنه. الآن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بعض الأفعال التي كانت تصنف مذمومة في مجتمعنا جرى العمل عليها لتصبح وكأنها أفعال محمودة طبيعية، وهذا الموضوع تماما تطبيع بعض الأفعال السلبية. هذا الموضوع جرى على منظومة القيم، على الأساس الفكري لمنظومة القيم. لذلك لدينا مجموعة من الأبحاث تكلمت عن التسامح مثلا، تكلمت عن التعايش، تكلمت عن الجمال. الفعل الأخلاقي فعل جميل، وكل مرة ترين شيئا من البشاعة اعرفي أن هناك يدا قد تدخلت لتغير ماهية هذا الفعل. بعض الأبحاث أيضا ذهبت باتجاه دور المؤسسات. طبعا المجتمع شيء متكامل، الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب الإعلامي وإلى آخره، هذه كلها تشكل منظومة واحدة تفعل فعلها معا أو تتراجع معا. لذلك بعض الأبحاث توجهت نحو دور المدارس مثلا في تنمية الجانب الإيجابي من الأخلاق، دور الجامعات، دور الاتحادات مثل اتحاد الطلبة مثلا أو اتحاد الشبيبة أو بقية الاتحادات، دور الإعلام، الإعلام له دور. هذه الأبحاث في الواقع أيضا تعمقت في هذا الجانب، ولدينا توصيات جيدة يعني عندما إن شاء الله سنعرضها، طبعا ستصلكم نسخة منها، توصيات إن شاء الله ستكون قابلة للتطبيق والمتابعة. طيب دكتور وائل، حكى دكتور إبراهيم نقاط مهمة جدا، يعني نحن عم نعيش مو بس فقط تغيير بمنظومة القيم، العمل على تغيير بناء الإنسان بشكل عام من صغره نحو أنه يكون بعزلة اجتماعية، عزلة عن عائلته، عزلة عن مجتمعه، عزلة عن واقعه، عن مشاكله، حتى ينأى بنفسه من المشاركة المجتمعية. هل هذا الجزء أيضا كان موجود ضمن المؤتمر وضرورة العمل على إعادة دمج الإنسان بواقعه بظل هاي الظروف والتحديات الكبيرة اللي عم نشوفها حاليا؟ أكيد، يعني قلت لك أنا موضوع بناء الإنسان هو اليوم الأهم. اليوم أنا قلت يعني عبارة البشر قبل الحجر. صحيح. حقيقة بناء الإنسان، بناء المنظومات اللي موجودة عند الإنسان، كان المنظومة المعرفية أو المنظومة القيمية. اليوم المنظومة المعرفية كتير كتير مهمة. اليوم الوعي، العقل، يعني أنا بدي أقول شغلة من خلال الشيء اللي مرينا فيه بالسنوات السابقة، من الذي غرر فيه؟ هل هو الإنسان الواعي أم قليل الوعي؟ أكيد الإنسان القليل الوعي، وصار في اعتراف بهذا الموضوع بما يسمى بالتغرير يعني. فلذلك اليوم أنا بدي أبني عقل الإنسان وبدي أبني وعيه، ولكن مثل ما حكيت بشكل متوازن مع وجدانياته. يعني أنا ما بدي أطغى بشيء على حساب شيء. وحقيقة يعني هذا الموضوع يعني اليوم العمل على بناء العقل وبناء الوجدان اللي هو من ضمنه بناء الوجدان القيم الأخلاقية والقيم الجمالية، اليوم نخلق عند الإنسان الشخصية المبدعة. ونحن اليوم بحاجة لأطفال مبدعين عندنا، بحاجة إلى شباب مبدعين، بحاجة إلى يعني إبداعات بكل يعني مناحي الحياة بكل مؤسسات الدولة. وحقيقة الإنسان يعني السوري أثبت بهالأزمة أنه إنسان قوي، إنسان مبدع، إنسان محب، إنسان متسامح يعني، وأدرك، والإدراك يعني هو وعي أيضا أنه نحن حقيقة مستهدفين من الخارج، مستهدفين يعني، نعم، ومستهدفين ومستهدفين يعني مستهدفين من الخارج، لن أكون مطيلا، أنا مستهدفين من الخارج حقيقة، مستهدفين يعني ببنياننا، بإنساننا وبمجتمعنا. ولكن نحن الحمد لله بقيادتنا الحكيمة يعني قدرنا أنه يعني نوقف ونتجاوز هذا، نتجاوز كل شيء
طبعا هذا شيء نعم. طبيعي دكتور وائل انه نكون مستهدفين لانه سوريا دائما تولد المبرمجين والعباقره نعم. واهم الادباء والعلماء. اكيد ما ضل معنا وقت وبدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم دكتور وائل ودكتور ابراهيم. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا 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 لجمهورية سوريا انها اتاحت هذه الفرصه لعرض هذا الموضوع المهم. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا لك يا سلمى. بنهايه صباحنا بدي اتمنى لك بقيه يوم حلو واكيد لكم مشاهدينا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وتقضوا برفقة الناس يلي بتحبون أو لحالكم. المهم تكونوا بخير وتابعونا بكرة بالبيست أوف أو بالإعادة. وأكيد لكل استفساراتكم هي ختم منك يا سلمى شاركونا فيها وشو بتحبوا نحكي مواضيع. أكيد دائما بندعو كل متابعينا إن كان على صفحة الإخبارية أو حتى على صفحة صباحنا غير ليشاركونا بأفكارهم وحتى بتساؤلاتهم لنطرحها على ضيوفنا الاختصاصيين. نهاية حلقتنا لليوم، تضلوا بألف خير يا رب. باي باي.